أنتم الآن في نشرة الموجز. أصدرت شركة داريا المتخصصة في صناعة المنتوجات الغذائية بياناً حول حملة المقاطعة لمنتجاتها داخل المغرب. وقالت الشركة في بلاغ إنه لا يوجد أي اتفاق شراكة مع إسرائيل خلافاً لما تردد بشأن توقيع اتفاقية شراكة مؤخراً بين شركة داري وشركة إسرائيلية، مؤكدة أنها تنفي بشكل قاطع هذه المعلومات الكاذبة، وموضحة في نفس الوقت أنها لم تبرم أو توقع أبداً أي اتفاقية شراكة لا مع إسرائيل ولا مع أي شركة إسرائيلية، لا في سنة 24 و2000 ولا في سنة 23 و2000 ولا حتى قبل ذلك. وتابعت بأن داري شركة مغربية وليست إسرائيلية، أسست من طرف محمد خليل، وهي شركة عائلية مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتملكها عائلة 100% مغربية أصلها من فيجين وليست إسرائيلية كما تم تداوله. كما أوضحت بأن تسويق منتجاتها المصنوعة في المغرب يتم في أكثر من 60 دولة عبر القارات الخمس، وإذا كانت السوق الإسرائيلية في الماضي تستورد وبكميات قليلة من منتجاتها، فإن ذلك كان بناء على طلبات فئة من المستهلكين المتشبثين بالهوية المغربية وتقاليدها. وتابعت بأنه يتم تسويق منتجاتها أيضا في فلسطين وفاء لالتزاماتها فيما يتعلق بالقيم الأساسية للأخلاق والمسؤولية الاجتماعية وفي مواجهة المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني. انتقد حزب النهج الديمقراطي العمالي تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مشيرا إلى تفشي البطالة خاصة بين أصحاب الشواهد، مما يهدد مفهوم الدولة الاجتماعية ويكشف عجز الأنظمة العربية عن توفير حياة كريمة لمواطنيها. واستنكر الحزب في بيان استمرار التوقيفات في صفوف الأساتذة بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب، معتبرا إياها محاولة من الجهات الحكومية لتخويف الشغيلة التعليمية والتمهيد لتمرير مشروع قانون الإضراب التكميلي. كما ندد الحزب بما وصفه تحميل تبعات الجفاف وشح المياه للفئات الهشة خدمة لمصالح الإقطاعيين ومالك الضيعات ومقالع الرمال الذين استنزفوا الفرشة المائية ودمروا المجال البيئي. وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أدان استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه فوق الأراضي الفلسطينية والإبادة الجماعية ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بدعم مكشوف من الإمبريالية وخصوصا أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وتواطؤ مفضوح من الأنظمة العربية الرجعية. وجدد النهج الديمقراطي العمالي مطالبه للدولة المغربية بإسقاط التطبيع وتجريمه وطرد ممثل الكيان الصهيوني بالمغرب. في خطوة تصعيدية احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية، قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية خوض سلسلة من الإضرابات بدءا بإضراب وطني ليومي 28 و29 فبراير الجاري. وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية وفقا للبيان الصادر عن المنظمة. وحمل البيان وزارة الداخلية مسؤولية التعثر الحاصل في الحوار القطاعي واللامبالاة تجاه مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، ودعت المنظمة وزارة الداخلية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع. قضت محكمة أمستردام بسجن المؤبد على رضوان الطاغي زعيم منظمة ملائكة الموت الإجرامية بعد محاكمة استمرت 6 سنوات و142 يوما. وأدين الطاغي بارتكاب 6 قتل و4 محاولات قتل وتحضيرات لمزيد من عمليات التصفية. ووصف القاضي الإرهاب الذي مارسه الطاغي بأنه كان فعالا وأن جرائمه تميزت بالعنف الشديد لتخويف الناس. وشمل الحكم عقوبات سجنية تتراوح بين 29 سنة وشهرين وسنة وتسعة أشهر في حق 14 متهمين آخرين يتابعون في نفس القضية. مزيد من الأخبار، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك بالقناة.